بكم اليوم معنا في قناة وصفات سكينة. اليوم غادي نقدم لكم واحد غريبة اللي كتجي مع الكا اللي هي غريبة بالكاوكاو اللي غادي نحتاجه في المقادير ديالها: نص كيلو ديال الكاوكاو، نص كيلو ديال الكوك، ربع ديال السنيدة، ثلاثة ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال المربى المشمش، جوج خمارات وقبيصة ديال الملحة. ناخذ ثلاثة البيضات، غادي نضيفو معاهم قبيصة ديال الملحة وربع ديال السكر سنيدة. نخدمو مزيان البيض مع السكر ثم نضيفو الزيت. نخلطو مزيان حتى تتجدد لينا السنيدة مع البيض ثم نضيفو الزيت. شوية بشوية غادي نضيفو الكاوكاو. نخلطو مزيان. على فكرة فاللي بغات تزيد فيها معلقة ديال الكاكاو تاهي كتجي زوينة. تقسم على جوج، نص كدير فيه معلقة ديال الكاكاو ونص تقدر تخليه فحال هكايا عادي كتجي مزيانة. دابا بعد ما خدمنا الكاوكاو، بعد ما خدمنا الكاوكاو مع البيض، غادي نزيدو دابا الكاس ديال لاكونفيتور مشماش، وكنضيفو الكوك بشوية بشوية حيت كيف ما كنعرفو الكوك كيشرب، خاصنا نضيفو الكوك بشويه بشويه حتى يتجمع لينا الخليط. ما خاصش الخليط يكون قاصح، نخليوها شويه جاريه فين يشرب الكوك. صافي دابا غادي نضيفو الكوك بشويه بشويه. نضيف جوج خمارات، الشكل ديال العجينه ديالتنا كيجي على هذا الشكل. هذا غادي ناخذ منها كويرات، غادي ندوزهم في السكر بحال هكايا. ندوزهم في السكر بحال هكايا، نحمروا في السكر بحال هكايا. هذا غادي نحطوها في اللاطه وغادي نبيكيوها شويه بحال هكايا. لاطا تاخذوا لها بشويه بحال هكا من الفوق، نوريكم واحده اخرى. صافي كنعمرها بحال هكا بسكر بلاصي، كنحطوها في الصفيحه ديالتنا بحال هكايا. وانا غادي نكمل بحال هكايا تنساليو ندخلوها للفرن. بعد ما كملنا الغريبه ديال الكاوكاو ديالنا غادي ندخلوها دابا للفرن مسخن على درجه معتدله ومن بعد نتلاقاو.
الشكل النهائي ديال الحلوه ديالتنا بعد ما كنخرجوها من الفران ممكن نخليوها عاديه كتجي على هذا الشكل، ممكن نضيفوا لها معلقه ديال الكاكاو كتجي على هذا الشكل. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، تبارطاجيو مع صحاباتكم، تشتركوا معنا في القناه باش توصلوا بالجديد ديالنا الى وصفه اخرى ان شاء الله.